السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. قبل ما نبدأ القصة، احنا فضلنا أقل من 7000 مشترك ونوصل 100000، وأنا عارف ان احنا قدها، فنشد حيلنا شوية في الشير واللايكات والكومنتات. كمان اكتبوا كومنتات كتير، ده بيساعد ان الفيديو ده يتشاف أكتر، وبالتالي الناس اللي مش عارفانا تعرفنا. أرجو ما ننساش ده، احنا خلاص فضلنا خطوات بسيطة جدا على 100000، وحقيقة هتفرق معايا جدا. بس كده، حابب أفكركم إن القصص النهاردة كلها حقيقية، حدثت بالفعل من رسائل حضراتكم. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم أستاذ خيري، إزاي حضرتك؟ بقالي كتير كنت عايز أبعتلك بس مترددة جدا، بس خلاص أخدت القرار ده امبارح وبعتلك، وحضرتك قلتلي اكتبي وبعتي، فأنا بكتب وهبعتلك أهو. أنا حكايتي بدأت بعد ما خلصت دراستي على طول. أنا متخرجة من كلية التربية بتقدير عام جيد جدا، ومن محافظة الشرقية. خلصت دراستي من هنا وقعدت فترة طويلة جدا بحاول أدور على شغل، لأنه بصراحة أبويا متوفي من كذا سنة، وأنا عندي أخين ولاد في المرحلة الإعدادية وبنت في الابتدائية، ومن الآخر كده يعني معاش بابا قليل جدا، وكانت العيشة صعبة جدا، فكان لازم أدور على شغل. دورت كتير، والحقيقة في حدود المحافظة هنا ما لقيتش، فطهقت وقلت لو جت أي فرصة شغل حتى لو برا المحافظة هروح، طالما أمي ما عندهاش مشكلة وواثقة فيا يبقى خلاص مفيش مشكلة. المهم في يوم وأنا قاعدة شفت إعلان في جورنال، مش هقول اسمه، عن طلب جليسة لواحدة ست مسنة في الشيخ زايد، والمرتب حلو جدا. أنا ما كنتش عمري اشتغلت، فأي مبلغ حتى لو بسيط هيزغلل عيني. قريت الإعلان وعرفت العنوان بالظبط وعرفت أمي، قالت لي اللي تشوفيه يا بنتي أهم حاجة تكوني بخير، فطمنتها عليا وقلت لها ما تقلقيش من أي حاجة. اتصلت بالرقم اللي كان في الإعلان واستفسرت عن الوظيفة، لقيت انهم لسه ما جابوش حد الحمد لله، واني اقدر اجي استلمها في اي وقت. فعزمت النية تاني يوم الصبح اروح على طول علشان برضو ابقى جد معاهم، ما يجيبوش حد غيري يعني. وتوكلت على الله تاني يوم فعلا، وسألت على العنوان بعد ما نزلت من العربية لحد ما وصلت له. كانت فيلا كبيرة جدا في الشيخ زايد. رحت رنيت الجرس، فتح لي واحد في الثلاثينات كده مثلا، وشه بصراحة ما يحيش بأي حاجة، إذا كان طيب كويس مش عارفة. شاور لي بكل احترام لجوه بعد ما عرفته إن أنا اللي كلمته امبارح علشان الإعلان. قبل ما أدخل برضه بصيت جوه كده بطرف عيني، لمحت واحدة ست كبيرة في السن بتقرب من الباب على كرسي بعجل، واللي بتزقها واحدة أكبر مني بكام سنة مثلا. دخلت ابتسمت ليهم كلهم، والست ملامحها هادية جدا وشكلها يطمن، فسلمت عليها وسلمت على البنت اللي بتزقها، بس كانوا الغريبة كلهم ساكتين، ساكتين حتى بينهم وبين بعض. فقعدنا في أنتريه كده، الراجل ده واضح انه كان ابنها، ما تكلمش غير في الشغل على طول، المكان اللي هبات فيه فين، المرتب قد ايه، وهقبضه يوم ايه، ولا عرفت اي تفاصيل تانية. بس للأمانة ما كنتش قلقانة بأي شكل، شكلهم نضاف مش ناس يتقلق منهم، او معرفش انا اللي بطمن زيادة للناس، ايا كان. لاحظت بس دبلة في ايد الراجل، خلينا نسميه احمد مثلا، ودبلة برضه في ايد البنت دي، خلينا نسميها مها مثلا. فانا افترضت انهم متجوزين، احمد يبقى ابن الست الكبيرة ودي مراته، ده اللي انا فهمته يعني. فخلاص انا بقيت في البيت، بقالي اوضة صغيرة كده تحت وتمام. اكتشفت كمان ان احمد بيدا كان عنده اخت اصغر منه، عايشة في نفس البيت برضه، بس من وقت ما انا رحت وانا ما بشوفهاش غير في اوضتها فوق، ما بتنزلش منها. واحمد بيه برضو كان موصيني عليها اخد بالي منها، وهيبقى يزود لي المرتب اللي اتفق معايا عليه، فتمام برضو انا في عرض اي قرش زيادة. وبدأت اخد بالي من الست الكبيرة، اكلها شربها نظافتها كده يعني. بس مع الوقت ابتديت الاحظ ان ابنها بيعاملها وحش جدا،
جدا. قبل ما اقولك ازاي، خليني اقولك اني ما شفتش اي اب في البيت ده من وقت ما جيت، ومعرفش اذا كان الراجل جوز الست الكبيرة دي موجود عايش بس منفصل عنهم ولا ميت، معرفش، ما سألتش. احمد بيه بقى ده كان دايم الخناقات مع مراته الست مها، خناق يجي في اليوم مرتين تلاتة، وعلى حاجات تافهة قوي، ويتخانق معاها من هنا ويهب في امه من هنا، انتي السبب انتي السبب، ويشتم. والست يا عيني قاعدة ساكتة ولا بترد ولا بتتكلم، لا حول ولا قوة ليها يعني. وهو يزعق فيها، وفي مرة لقيته بعد ما زعق معاها راح باصص على صورة كده كانت متعلقة على الحيطة جنبها وهي قاعدة، فيها تقريبا جوز الست دي، أخوها، أبوها، مش عارفة، صورة عائلية كده بس قديمة شوية. يروح يقف قدامها كده ويفضل يقول انت السبب، منك لله يا أخي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك والله، ويزعق زي المجانين. وانا طبعا اول ما الاقي كده اقوم سحب نفسي على جوه علشان ما ينوبنيش من الخناقه جانب لاي سبب إن كان. انا عايز اكمل في الشغلانه دي، اصل بيني وبينك اكلي وشربي ونومتي في المكان اللي بشتغل فيه، وناوي ابعت مرتبي كله لامي واخواتي علشان مصاريفهم، فعلى ايه بقى اتدخل في خناقتهم، انا ماليش دعوه. بس استغربت من حاجه، منين احمد بيبي عامل الست الهانم الكبيره وحش وطلب حد يراعيها وياخد باله منها؟ مش منطقي خالص، ما انت لو مش بتطيقها زي ما هو باين كده قدامي، جبت ليه حد ياخد باله منها ويراعيها وتدفع له كمان فلوس؟ وليه اصلا حد يعامل امه كده؟ كنت بكرهه بصراحه، وشايفاه مفتري وقاسي على الست امه الغلبانه اللي ما سمعتلهاش حس من وقت ما جيت دي. وخناقاته حتى مع مراته بقت تصدعني، حسيت اني في مستشفى المجانين، بس برضه مرضتش اتدخل. عرفت بعد فترة إن الست هانم الصغيرة اللي فوق اللي ما بتخرجش من أوضتها دي متعقدة من الجواز، وإنها كسرت التلاتين سنة، وده بصراحة معرفتوش بنبهتي. عرفته برضو من خناقة كان بيقول فيها أحمد بيه، المسكينة اللي فوق دي تعقدت من الجواز بسبب عمايلك، وكان بيكلم الصورة برضو وبيتخانق مع أمه. وأنا كنت كل فين وفين كده أطلع أشوفها محتاجة حاجة، ألاقيها قاعدة لوحدها لا بتكلم حد ولا حد بيعبرها، ولا حتى حد من البيت، لا اخوها ولا امها. وكنت على طول اجي ادخل عليها بالنهار الاقيها قاعده على الارض قدام بلكونتها تبص على الشمس ومغمضه عينيها، بالليل مثلا الاقيها قاعده نفس القعده تبص للقمر لو طالع او للعدم. انا بيني وبينك قلت هي دماغ لوحدها في البيت ده، حتى ما حدش في البيت بيتعامل معاها. كانت طلعتها من اوضتها مثلا تطلع يدوب تاكل من التلاجة على الواقف كده وتدخل تاني، ولا مره من ساعه ما دخلت البيت ده شفتها تحت في الصاله او بتحتك بامها باي شكل. شكلها هي كمان مقاطع امها، او لو هتعاملها بتعاملها وحش زي اخوها كده، ما اعرفش. لحد ما في مره دخلت عليها قالت لي تعالي، الكلام ده كان بالليل، فدخلت لها قالت لي اقفلي الباب. قلت في عقلي بالي الله يخرب بيت جنانك، انت عايزه مني ايه؟ كنت بقدم رجل واخر رجل، راحت مزعقه فيا وقايله لي تعالي ما تخافيش وانا هاكلك، وانا اصلا عايزه اخرج من الاوضه، يا ريتني ما دخلت لها بنت المجنونه دي. قربت منها ووقفت، لقيتها باصه للقمر برضه وبتقول لي هو انت مفكره اللي بره دي امنا؟ فقلت في عقلي بالي هي مين دي؟ بتتكلم على مين دي؟ فكملت وقالت لي دي مش امنا، اللي انت جايه علشان تخدميها وتاخدي بالك منها دي مش امنا، دي العرافه بتاعت البيت، دي اللي خطفته من مراته ومن ولاده، وهي السبب اللي خلته يروح للي خلقه. قلت وبعدين بقى، البت دي مجنونه بنت مجانين بتخرف دي ولا ايه؟ فقلت اخرج، باين عليها دي بتهفلط بالكلام، وبدل ما اوقع نفسي في مشاكل معاها اخرج احسن. فجيت اخرج راحت مناديه عليا بصوت عالي، خدي هنا وانا هكلم نفسي ولا ايه؟ خفت اكتر. قالت لي اقعدي قدامي واقفلي الباب اللي فتحتيه ده. لازم يعني اقفل الباب؟ بقول لك اقفلي الباب وتعالي. قفلت أم الباب ورحت لعندها. شايفة القمر ده؟
أبويا كان عكسه. إيه بنت الجزمة دي؟ يعني إيه عكسه؟ كان ضلمة يعني ولا إيه؟ أنا مش فاهماها. لقيتها بتكمل كلام ولا مركزة معايا وبتقول كان اسمه شمس الدين وما كانش بيحب الليل أبدا، أصله مش سهل، ده حلاب، راح جاب لنا عقربة بعد ما كان معاه ملكة. استغفر الله العظيم يا بنت المجنونة، ملكة ايه وعقربة ايه؟ أنا خايفة من شكلها ومش فاهمة كلمة منها، شكلها كان يخوف قوي، وعلشان هي أصلا ما بتاكلش كتير عاملة زي الموميا، لحم كاسي عضم، ووشها مظلم كده وتحت عينيها أسود، وشها شكله وحش، ما بتطلعش من الأوضة، الأوضة نفسها مكركبة وريحتها وحشة جدا. العقربة لما جت وديته عند اللي خلقه، فرحت قايلة لها يعني هو جاب عقربة هنا البيت وقرصته فموتته؟ راحت شهقة كده وهي بتقولي بصي على القمر. قمت نطة من مكاني وجريت على بره من غير حتى ما بصلها. بنت الجزمة طلعت الرعب على جدتي، وياريتني استفدت منها في حاجة ولا فهمت حاجة. ايه الجنان ده؟ يومها دخلت اوضتي وكمية كوابيس ما اقولكش، وقلت والله ما انا دخللها تاني، هي ناقصة رعب. تاني يوم وانا خارجة من البيت كنت برمي الزبالة بره، فلقيتها واقفة في البلكونة وبتنادي عليا يا صفاء. عملت نفسي مش سامعة، فقعدت تنادي تاني وتالت يا صفاء لحد ما بقاليش حجة صفاء. فبصت لها اطلعي لي عايزاكي. يا ربنا وبعدين معاكي؟ طلعت لها خبطت على الباب، لقيتها واقفة بتبصلي وبتقولي قبل ما ادخل هو انت خفتي مني ليه امبارح؟ رحت طالعة فيها وقلت لها ما انت كل شوية تقولي لي شمس وقمر وانا مش فاهمة حاجة وبتزعقي لي كمان. فضحكت وقالت لي طب ادخلي. وقبل ما تكمل قلت لها من قبل ما ادخل ما تقولي ليش اقفلي الباب، انا مش هقفل حاجة، انا جتتي متلبشة من امبارح، لو قلت لي اقفلي الباب هخرج خالص. فردت وقالت لي لا لا ما تخافيش، انا بس مش عايزة حد بره يسمع اللي هقولهولك ده. قلت لها طب بلاش نقفل الباب نواربه. قالت لي يا بنتي اقفلي الباب قلتلك ما تخافيش بقى. قفلت الباب وامري لله، فلقيتها بتقول لي انتي عارفه انا عندي كام سنه؟ قلت لها لا وانا ايش عرفني. قالت لي انا عندي 32 سنه وبقالي 3 سنين ما خرجتش من البيت، شايفه الحمام؟ حتى الحمام في اوضتي برضه. وطت صوتها وهي بتكمل اللي معانا في البيت دي مش أمنا، دي مرات أبونا، أمنا ماتت من 20 سنة وبابا اتجوز العقربة اللي قاعدة تحت دي، وعلى فكرة مرات أخويا أحمد دي تبقى بنتها، أصل الست دي كانت متجوزة قبل كده ومطلقة وخلفت البت دي، أبويا بقى الله يرحمه ويسامحه غصب على أحمد أخويا قبل ما يموت يتجوز بنتها على أساس ترابط أسري زي ما كان بيقول، وأحمد أخويا من طيبته وهبله ما كانش بيعارضه ولا حتى يقوله لأ، على الرغم إنه كان رافض البت وأمها زي بالظبط. طب عارفة بقى الست دي هي السبب في موته؟ أيوة زي ما بقولك، بابا أصله ما كانش مصدق إنها بتعاملنا وحش ومواقفها معانا تقرف وزي الزفت وحاجات غريبة بتصدر منها ناحيتنا، لحد ما اكتشف بنفسه إنها بتعمل أعمال وهي اللي سحرته وبيعته اللي وراه واللي قدامه، وما تبقاش غير الفيلا اللي احنا فيها دي دلوقتي. البنت يا أستاذ خيري حكت كتير قوي قوي فوق ما كنت أنا متخيلة. بيني وبينك وهي بتحكي بطريقتها دي أنا قلت البنت دي مهفوفة ولا بتألف، أصل من وقت ما جيت وأنا ما شفتش من الست دي أي حاجة وحشة أو حاجة تدل على اللي البنت دي بتحكيه، لحد ما شفت بعيني محدش قال لي. كنا وقتها بالليل حوالي الساعة 9، مش بالليل قوي يعني، ما كانش في حد في البيت غير البت المجنونة اللي فوق دي والست الكبيرة، أحمد بيه ومراته كانوا برا، كنت تحت فالست دي طلبت مني أدخلها الحمام،
فعادي دخلتها الحمام ووقفت استناها بره. هي كانت على كرسي بعجل زي ما قلت لك. المهم دخلت من هنا ودقيقه او دقيقتين وببص كده ناحيه الحمام، الاقي لك من تحت عقب الباب كده النور مطفي، الحمام ضلمه. قربت كده كنت رايح اخبط اشوف مالها، لمحت فيه نور ظهر من تحت عقب الباب، بس ده مش نور الحمام، ده نور اصفر، نور اصفر عمال يتحرك. بعد ما خرجت عرفت ده كان ايه، لاني دخلت الحمام بعد ما خرجتها. لقيت على الارض مطرح شمع سايح ومنقط على الارض، وفي ريحه حاجه محروقه. وعلى الرغم اني سمعت صوت السيفون وهي جوه، لا في بواقي ورق في الحمام. عايز اقولك جسمي تلبش اول ما شفت الحاجات دي بعد ما هي خرجت. وهي خرجت ايه في هدوء خالص، ولا كأنها كانت بتعمل حاجة جوه. بدأت خلاص اشك انه الكلام بتاع البت دي كان صح، وانها مش مجنونة ولا حاجة، ممكن تكون كانت بتتكلم جد. وتاني يوم مشيت، ما قدرتش استنى، ده بيت رعب والله. اخدت حق الايام اللي قعدتها ومشيت، ما قلتش حتى اسباب، انا مش هستنى الست دي تعمل لي حاجة. انا بعتلك بس علشان اقولك انه والله لو حد كان مكاني في البيت ده كان عملها على روحه من الجنان اللي كنت بشوفه فيه. وبس كده، شكرا. القصة التانية صاحبها بيقول: مساء الخير محمد خيري، ازيك؟ انا خدت وقت كبير قوي على ما فكرت ابعتلك اللي حصل لي. استنيت بصراحة اشوف باقي القصص اللي بتبعتها الناس، ورجعت سمعت كل القصص اللي فاتتني علشان أتأكد إن اللي هحكيه ما تحكاش حاجة شبهه قبل كده، وطبيعي يكون كده لأنه حقيقي وحصل معايا زي ما هحكيهولك كده بالظبط. في الأول بس عايز أقولك إني غيرت الأسامي كلها، وبعدت طبعا من أكاونت مزيف علشان ما ينفعش بأي شكل حد يعرف أنا مين، لو حد عارف دي هتبقى بالنسبة لي مشكلة كبيرة جدا. بقى الموضوع ده تحديدا بدأ من كام شهر، في الفترة اللي قبل التأجيلات بتاعت الكورونا دي. أنا عندي ابن واحد عنده سنتين، كان بيروح حضانة كده بعيدة شوية عن البيت علشان أمه كانت بتشتغل، فكنا متفقين إنه هيروح حضانة كده وأنا هوصله وأنا نازل الشغل وأجيبه في سكتي وأنا راجع. إحنا جوازنا أنا ومراتي ما كانش مستقر قوي، خصوصا بعد ما خلفنا، يعني علشان الشغل أنا كنت رافضه، وبعدين علشان نمشي الدنيا اتفقنا نعدي المشاكل دي علشان الجواز ينجح. المهم في يوم عادي جدا كنت بودي ابني الحضانة، فالحقيقة قابلت واحدة كانت برضو بتودي بنتها الحضانة، وجمعنا حوار بسيط كده مع المدرسة بتاعت الأولاد وعدى الموقف ده، بس الحقيقة معرفتش أشيلها من بالي. بقيت أختار نفس الوقت اللي شفتها فيه علشان أجي تاني يوم في نفس الميعاد وأشوفها، معرفش ليه الحقيقة، بس سيبني أكملك. المهم يوم في التاني ابتدينا نتبادل الكلام، وهي كانت لطيفة جدا الحقيقة، وزي ما أنا حبيت الكلام معاها هي كمان حبت الكلام معايا. وواحدة واحدة ابتدينا نتقابل برا نطاق الحضانة علشان مفيش حاجة توصل لمراتي يعني، وبنتقابل في أماكن عامة طبعا، لحد ما بدأت تحكيلي عن جوزها، وحكيت لي عنه مصايب. قالت لي إنه مطلع عينيها وإنه ليه في سكة الدجل وقلب لها البيت مبخارة والناس داخلة وطلعة، وهي خايفة تنفصل عنه ليأذيها ويأذي بنتها. وطبعا أنا كنت بسمع منها وبحاول بأي طريقة أساعدها أو مثلا أفكر معاها في حلول، وهي كانت متجاوبة جدا. وبالمثل ابتديت أنا أحكي لها عن حياتي مع مراتي واللي سائد جدا بعد ما خلفنا والحاجات اللي انت فاهمها، لحد يا خيري ما حصلت حاجة أنا ما كنتش متخيلها ولا أعمل لها أي حساب. قابلت جوزها، ما كانش في حسباني ابدا ان بنتها تيجي تسلم عليا زي ما كانت بتعمل وهي معاها امها، فابوها المره دي هو اللي يكون معاها. للاسف كمان يومها انا ما ردتش على تليفوني الصبح، فقلت هقابلها كده كده هناك مش مهم. فرحت لقيت جوزها، طبعا بنته عارفاني، جت سلمت عليا وهو سلم عليا والحمد لله ما جاتش سيره اي حاجه. بس على عكس ما كنت انا متوقع اشوف، أنا كنت متخيل الراجل ده حاجة تانية خالص.
أنا قابلت حد بسيط جدا في لبسه وطريقة كلامه، هادي جدا وصوته تقريبا مش مسموع. حتى تأكدت من البنت الصغيرة قلت لها ده بابا يا حبيبتي، قالت لي آه هو. الوقفة طولت واتكلمت أنا وهو كتير بعد ما كنت يعني بتحاشى الكلام معاه، لكن اتكلمنا وأخد رقمي وتقابلنا تاني وأنا راجع من الشغل ووصلته على طريقي. وحسيته والله زي ما يكون ما عندهوش صحاب، ما بيتكلمش مع حد، لأنه اتفتح في الكلام معايا بسرعة جدا. المهم عدى يوم وكلمني على التليفون قال لي أنا عايز أقابلك. بص أنا قلبي وقع في رجلي، قلت وبعدين لا يكون عارف حاجة. أنا عارف بالمناسبة أني غلطان بس كمل معايا للآخر. بس سألته في حاجة أو كده بطريقة عادية جدا يعني، قال لي أنه عايز يدردش معايا شوية عادي في أي مكان. قلقت بس قلت له ماشي، ما كانش باين على صوته أن في حاجة تخوف. بس طبعا كوني بكلم مراته وهو بيكلمني يقول لي عايز أقابلك، دي حاجة تقلق، زائد أنه كلام مراته عنه أنه بتاع أعمال ودجل وشعوذة والشغل ده مش قلقني، ده رعبني. ما هو ممكن ما يكونش باين عليه بس هو كده فعلا، وساعتها أنا ببقى إيه، بتصاحب على دجال؟ الكوابيس اليوم ده ما خلتنيش أعرف أنام نهائي، طول الليل عمال أفكر عايزني في إيه. طب هي ما كلمتنيش ليه؟ أنا طبعا ما قدرتش لأكلمها ولا بعت لها حاجة علشان ما يبقاش مفيش مشكلة وأبقى أنا اللي جبت لنفسي المشاكل. تاني يوم قابلته فعلا، كان كل اللي عايزه هو أنه يتكلم، كان عايز حد يسمعه. طب يسمعه بيقول ايه بقى؟ هقولك. بيقول لي انه خايف على بنته من امها. فسألته كأني معرفش امها اساسا وقلت له ليه خايف عليها من ايه؟ قال لي بص انا ارتحت لك في الكلام فهقولك، انت اب زي. والله يا خيري هذا حدث. قال لي ان مراته بتعمل افعال بتخوف البنت، افعال بتخوفه هو شخصيا. لما سألته وأنا مستغرب كلامه جدا كمل وقال لي إيه بقى، تخيل، إن مراته بتشتغل في الأعمال، بتعمل أعمال لناس وخلت البيت مشاع. نفس كلام مراته عنه اللي قالته لي هو بيقوله لي بالظبط. حسيت فجأة إنه في اتفاق ما بينهم عليها، وابتديت أبقى حريص حتى وأنا بسمعه. قعد يحكي لي إنه اكتشف ده بعد الجواز، وإنها أصلا شغالة من زمان في السكة دي، وياما نصبت على ناس في فلوس بيدفعوها علشان الأعمال اللي بتعملها. بيقول لي ده غير الرعب اللي كانت معيشاني فيه قبل ما نخلف، واللي معيشاني فيه أنا وبنتي بعد ما خلفنا، عايشين في وجع قلب معاها تحت سقف واحد، مهدداني هي وأهلها لو فكرت حتى أبلغ عنها، مهدداني ببيتي وبنتي. الراجل قاعد يحكي لي عن بلاوي هي بتعملها ومش عارف أحدد هو موقفه إيه منها ولا هي موقفها إيه منه. خلص من هنا وسكت أنا من هنا وأنا حاسس بقلق منه ومنها. قلقت من كلامه عنها ومن كلامها عنه وما بقتش عارف أصدق مين. سبته ومشيت وحلفت ما أنا مكلمها ولا مكلمه تاني، حتى ابني نقلته من الحضانة دي خالص. هي كانت بتحاول تتصل وأنا ما بردش، بعتت لي رسائل بتقول لي أنت بتتهرب مني ليه ومش بترد عليا ليه؟ أنت كنت بتلعب بيا؟ طب أنا هوريك. رسائلها ابتدت تزعجني وتخوفني، عملت لها بلوك من كل حتة تقريبا علشان تفهم اني خلاص فقت، عرفت غلطتي فين ومش حابب نكمل كلام من اي نوع. بس واضح انه كلامها او كلام جوزها كان صح، لاني بعد ما عملت البلوك ده مفيش يومين عملت حادثة بالعربية، فقدت السيطرة عليها والله ما اعرف ازاي. خرجت منها بعدة كسور منعتني اروح شغلي لمدة 20 يوم، وبعد ما رجعت شغلي لقيت ان حد متبلي عليا بكلام خلى موقفي في الشغل مهدد باني امشي منه في اي وقت. وفعلا يومين وجالي خبر انهم استغنوا عن خدماتي. متخيل كم الصدمات اللي ورا بعضها؟ انا لو كنت في ظروف تانية كنت قلت عادي، لكن بعد اللي حصل وتحكالي اكيد ده مش طبيعي. الحمد لله على كل شيء طبعا، والله راضي، بس انا عارف غلطتي والله وندمان عليها، وأتمنى ربنا يسامحني عليها والحاجات اللي بتحصل لي دي تبطل تحصل. وياريت خيري لو حد يعرف طريقة لفك العمل اللي معمول لي ده، لو معمول لي عمل أنا معرفش بس بفترض الأسوأ، أكون شاكر جدا ليه.
شكرا، مع السلامة. القصة اللي بعد كده صاحبتها بتقول: جدتي كانت مطلقة، كانت تعبت جدا في جوازتها الأولى وشالت الرحم واتطلقت. بعد فترة طويلة جدا من طلاقها كانت قاعدة طبعا في بيت أبوها، اتجوزت جدي. اللي حصل حصل معاها في الفترة اللي هي كانت قاعدة فيها من غير جواز. كان عندها ابن خال متجوز وعايش معاهم في نفس بيت العيلة ده. والحقيقة جدتي كانت حلوة جدا، جمال حقيقي يعني. فمرات ابن خالها كانت حطاها في دماغها، كانت خايفة لجوزها يكون هيتجوز بنت عمه اللي هي جدتي. كانت جوازات العيلة من بعضها منتشرة جدا وقتها. فقالت لأمها، أمها بقى مش تقولها خدي بالك من جوزك ولا تنصحها نصيحة سليمة، لأ، تقوم رايحة لدجال وتعمل لجدتي عمل. اتعرف ده لما جدتي بدأت تتعب جدا، وبدأ يظهر عليها أعراض تعب مش مفهوم، ضيق في التنفس بيحصل فجأة، جسمها يتنفض برضه فجأة، والرعشة ما بقتش تفارق جسمها. ولو حصل وتقدم لها عريس مثلا كان بيبقى يوم اسود عليها. كانت تتعب جدا وتقعد فترة طويلة بتعاني من صداع شديد، من قوته كانت بتكسر أي حاجة بتيجي في إيديها. والعريس كان يعتذر ويمشي لما يعرف ده. مع تعبها المستمر ده بدأت أمها تلاحظ الأعراض دي على بنتها وتستغرب إنه مفيش أي سبب طبيعي للي بيحصل لها. شكها بدأ يزيد ويزيد لحد ما أعصابها تعبتها من اللي كان بيحصل لجدتي بنتها. لجأت لواحدة جارتها دلتهم على شيخ كويس كان بيعالج من غير مقابل، بيعالج بالقرآن ومفيش منه قلق. وفعلا راحت له وأخدت بنتها اللي هي جدتي معاها. شافها ومن أول ما شافها وقرى عليها وشاف اللي بيحصل لها وحالتها اللي كان ميؤوس منها خالص، قال لهم إن معمول لها عمل، والعمل ده محطوط في حتة مش نظيفة، حتة نكسة، والحتة دي رطبة غالبا حمام. قام جاب حلة قدامه قلبها وبدأ يصب عليها من بره مية ويقرأ عليها، رفعها علشان يلاقوا تحتها حاجة ملفوفة. أخدها وادها لهم وقال لهم يدوبوها في مية جارية. خدوا العمل ده فعلا وكان مبلول، فتحوه لقوا فيه شعر وضوافر وحتت قماش وطبارة خيط، خيط بطول جدتي الله يرحمها. كنت سألتها يعني ايه، قالت لي يعني حتة خيط بطول جسمي كله. خدوا العمل ودوبوه في مية جارية فعلا، وقالت لي انها فضلت طول الليل مش عارفة تنام، كأن في نار طالعة من دماغها. فضلت رايحة جاية في الفراندا بتاعت بيتهم لحد ما النهار طلع. وبعدها أبوها سألها إذا كانت حاسة إنها كويسة، فقالت له إنها أحسن ونامت. يومين واكتشفوا إن العمل اتفك فعلا. في الحقيقة أنا كمحمد خيري ما بقتش فاهم. أحيانا بتجيلنا قصص الناس بتقول إنها استعانت بشيوخ والشيوخ دول ساعدوهم، وأحيانا تانية بيجيلنا ناس بتقول إن الشيوخ دي أو الدجالين دول دمروا حياتهم. الواحد ما بقاش عارف يصدق مين، خصوصا ان الناس بقت بتقول ان طالما الشيخ ده ما بياخدش فلوس يبقى مش هيأذي، مع ان في ناس بيبقى غرضها الاذيه حتى لو مش هياخدوا عليها فلوس. ومع ذلك الحامي والحارس هو الله. بكده تكون انتهت الحلقه، ودايما بنقول العهده على الراوي، بس لو في مساعده نقدر نقدمها اكيد مش بنتاخر. ويا ريت يا جماعه اللي يقدر يساعد مش يكتب كومنت ويقول لي اسيب له فيه اللينك بتاع الحساب اللي الراجل بعت منه او الست بعتت منه القصه، لانه كده احنا بنعرض الناس دي للاذيه من ناس ممكن تكون ما عندهاش ضمير. فيا ريت اللي عاوز يساعد حد بجد ما يكتبش كومنت، يروح على صفحه الفيسبوك يبعت رساله وهنرد عليه على طول. بس كده، واتمنى ما يكونش حد جرى المقدمه وجي لحد هنا وهو ما سمعهاش. فانا بحب اقول لك احنا فاضل لنا 7000 مشترك علشان نوصل ل 100000 مشترك. اتمنى ما تخذلونيش وتصبحوا على خير.